flight altitude is 53,000 feet. لو سمحت إذا بتريد بفوت أجو. هذا الركاب أصاب الله مساءكم وأنا محبوب. ولك بفوت أجو. مقعدي يقعد جنبك. أنا آسف أنا آسف جدا. تفضل. ساعتان وقت ايه ماما ايه سمعتيني ايه حبيبتي انا على الطياره كنت رح ادق لك هلا ساعتين ثلاثه بالكثير بكون عندك بالكويت تيليون لاخواتي الحلمين بما انه انا دلوعتهم ووحيدتهم وتاج راسهم رنا خانهم جاي اليوم بدي استقبال حافل بالمطار هذا عدم والسفره المميزه اللي بدي اياها باب البيت للمطبخ بدي عليها اشكال الوان يا ريان دوبرين شو شئت لك لادي ايه يا عم ايه ماشي حاكي دعي لي ماما الله معي كل حاجة فيك عجباني، كل حاجة، كل حاجة. يعني من أول لحظة شفتك فيها وأنتِ دخلتي هنا ما خرجتيش تاني. هلا إذا حكيتك شاري بتفهم علي؟ بفهم طبعًا، كلنا عرب يعني. طيب، أوكي. إذا بدك ياني فكر بالموضوع، بدك تحكي لي تاريخ حياتك كلياته، كلياته، يعني مين حبيت، مين كنت، وين درست، وين رحت، وين إجيت، شو بتاكل، شو بتشرب، شو بتعمل، شو بتساوي، من وقت ما خلقت لهالدقيقة هي. بس أنا قبل ما ابتدي أحكي لك عايز لسه أوعدك وعد صغير إن أنا هحاول على قد ما أقدر إني أساعدك لو وافقت إنك تجي